طب الصحة النفسية لو رحنا لها شوية، وفكرة هنا الأدوية النفسية اللي معظم المرضى بياخدوها، هل بتتعارض مع ألبا مالتي فيت؟ لأن هم بياخدوا طبعا اللي هي مضادات الاكتئاب والحاجات اللي زي كده، وفي ناس بتنام بمنوم بشكل يومي، هل في تعارض ولا لا؟ لا يتعارض اطلاقا مع الادويه النفسيه، بالعكس اطلاقا. ألبا مالتي فيت بيدعم الصحه النفسيه، واكيد الادويه النفسيه ما باخدهاش اطلاقا، دي بقى اطلاقا غير تحت اشراف طبيب، لازم، لان الادويه النفسيه بتتاخد بجرعات، ولما بتيجي تتوقف ما بتتوقفش مره واحده، بتتوقف تحت اشراف طبيب كمان، لكن لا يتعارض اطلاقا مع الادويه النفسيه، بالعكس الدكتور ممكن كمان يدعم له بفيتامينات مع هذه الادويه. ايه المكون اللي في ألبا مالتي فيت بيشتغل على فكره التحسين الصحه النفسيه او المود يعني؟ فيتامين بي. فيتامين بي واوميجا كمان، اوميجا رائع لتدعيم الصحه النفسيه، وفيتامين بي اولا مغذي للاعصاب جامد جدا، ومغذي لاعصاب الدماغ او المخ، وفيتامين بي حلو جدا للنشاط وللطاقه، فطول ما الوقت انا حاسه ان يومي كل نشاط بلاقي نفسيتي احسن، فده مهم جدا. صح، القعده برضو كتير والواحد يقفل على نفسه بتؤثر بشكل كبير على الصحه النفسيه، بشكل طبعا طاقه كمان. طبعا مهمه قوي ان احنا نعرف نمارس نشاطنا الاجتماعي بشكل سليم. ألبا مالتي فيت الحلو اللي فيه انه فيه 13 عنصر وفيتامين الجسم محتاجه يوميا. الجسم محتاج فيتامين سي يوميا، محتاج فيتامين اي يوميا، محتاج فيتامين بي. على الشاشه انا عندي 13 فيتامين ومعدن مهمين جدا لدعم المناعه، مهم قوي ان انا اعرف ادعم مناعتي، لدعم الصحه النفسيه، لدعم التمثيل الغذائي. على طول بقول لك يا نهاوند، من غير تمثيل غذائي مفيش حياه. التمثيل الغذائي ان انا يبقى عندي القدره ان انا احول الاكل اللي باكله الى طاقه. صح. ففيتامين بي بيعمل ده. التمثيل الغذائي مهم لكل العمليات الحيويه، حتى الطاقات الخفيه. او انا قاعده معاكي كده انا محتاجه طاقه، ايه هي الطاقه؟ النفس بتاعي ده عايز طاقه، التركيز لوحده التركيز كمان عايز طاقه. عمليه الهضم، هضم الطعام دي عمليه مركبه جدا، لو ما عنديش طاقه وما عنديش فيتامين بي مش هيحصل هضم وامتصاص كويس قوي. طرد السموم، طرد التوكسينز من الجسم، نقل هرموناتي، كل دي محتاجه طاقه. فألبا مالتي فيت داعم جدا للتمثيل الغذائي لانه بيحتوي على فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه. ده الحلو بقى، العيله متكامله زي ما العيلة متكاملة. يمكن من اشهرهم الكوبالامين، جاله كده صيت الكوبالامين جامد، الفيتامين بي 12، وبتلاقي في مالتي فيتامينز فيه كله ما عدا الكوبالامين. بطمن الناس ان ألبا مالتي فيت دخله كوبالامين، كوبالامين مهم جدا ومش موجود الا في اللحوم والمصادر الحيوانيه. كويس جدا.